السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. دوك خاوتي دوك نروحوا الى بنك البدر ونسقسوهم اسكو دخلوا الارباح ولا مازال الارباح نتاع الادسنس باش تقدر باش تسحب الارباح بالعملة الاورو او العملة الصعبة في بنك بدر في لحظة التنمية. وكذلك خاوتي نعطيكم نصيحة من عند حبيب لي معلومات، روح افتح حساب بنكي في بنك بدر في لحظة والتنمية باش تقدر استقبال الارباح تاع اليوتيوب وتاع الادسنس وحتى من الخارج الوطن. دوك واش ندير انا؟ يروح البنك وسقسيهم اسكو دخلوا ولا والو. الى دخلوا الارباح في حساب بنكي راني نخبركم وكيفاش تسحبوا الارباح في بنك البدر. وراه كاع كيف كيف خاوتي البنوك نتاع البنك البدر، البنوك اخرى الله اعلم ما عنديش ليها معلومات، انا عندي بنك البدر عندي عليه معلومات. المهم خاوتي ما تروحش بعيد ونرجع لكم. خاوتي درك رانا في بنك البدر في لحظة التنمية، درك نشوفوا الارباح اسكو دخلوا ولا ما دخلوش تاع الادسنس. كاين ناس عندهم ارباح وماهم كيما نقولوا احنا مقلقين ما عرفوش شكون يتحولوا الارباح. درك نروح نسقسيهم ونخبركم، الا قالوا لك دخلوا انا نخبركم. الحمد لله وشكر الله خاوتي هم دخلوا الارباح نتاع اليوتيوب، دخلوا اليوم. كذلك اللي عندهم الارباح في الادسنس تحولوا عم دخلوا خاوتي اليوم، وتسحب خاوتي في البرومي ديسمبر، برومي ديسمبر باش تقدر تسحب الارباح تاعك. المهم نشكر سيد عمار وذناني من هذا المنبر اللي ساعدني واللي اعطاني المعلومات، شكرا جزيلا. ربي يحفظك ان شاء الله سي عمار وذناني، وتحيه سيد البشير بن صحراوي وكاع الموظفين في بنك بدر في لحظة والتنمية في عام ماضي. وكذلك نشكر سيد المدير خاصة في بنك بدر في عام ماضي. السلام.